الفكرة اللي جينا فكرة واضحة، كان الانتصار ولا غير الانتصار. كنا نأمل اليوم ولو وقتيا ناخذ المرتبة الأولانية. ضيعنا نقطتين في الشوط الأولاني، الشوط الأولاني اللي كنا قراب كثير باش نعملوا الفارق، سيرتو وقت نجحنا في ان بريسينغو، وقت نجحنا باش نفتك الكرة في المناطق نتاعهم. كي وقت جاونا وضعيات اللي مالوريزمون ما كناش موافقين فيها، خاطر وقت نتعداو 1-0 الادفرسير مطالب باش يخرج من الانكيماش نتاعو، باش ياخذ دي ريسك ويخلي دي سباس، وحنا السيناريو هذا نحبثوه ونعرفوا نصرفوا معاه. ما كناش موافقين على مستوى التجسيم، لكن نحب نقول حاجه، اللي كانوا راهو اللاعبين اعطاو له ماكسيموم تاعهم، وكانت فما سيغ باسمون، وكان فما ديباسمون دي فونكسيون، وكانت فما فريمون الناس عطات الطاقه اللي الاقصى نتاعها. فما فاتيك ما نكذبش عليك، فما فاتيك، سي لو سانكيام ماتش، برسك لعبنا الاربعه ماتشات الاخرانيين ب 20 لاعب، 20 جوار شاركوا، ما نقولش تورن اوفر، مي انا نامن اللي كونوا فتره كيما هذه ما يلزمهاش 10 لاعبين، يلزمها مجموعه. شفت الشوط الثاني وقت طاح المستوى، كان جينا في وضعيه اللي كانوا كالعاده الجمهور اللي لا ناكد لك اللي كانوا راك شفت اكثر طاقه تعطات، ولو اللاعبين ما قصروش. نعرف اللي كونوا هما متحسرين توا اللي ما ربح، يتمنوا يكونوا موجودين، القوانين منعتهم، لكن نعرف في قرارات نفسهم يقولوا رانا بعثنا رجال باش يمثلونا، بعثنا سفراء باش يمثلونا احسن تمثيل. الملاعبيه من الداخل راهو عطاو الماكسيموم. هذه كره توفيق ما كانش لصالحنا اليوم على مستوى تعدي وعلى مستوى 1-0 واللي 3 بوان. المقابلات اللي كانت وجده كانت صعب، كانوا تخي ديسبوتي، كانوا تحسموا في الدقائق الاخرانيه، اكيد باش تخلي برشا طاقه. وبعد ما تلعب الماتش هذا تلقى روحك 48 اور تو فانشيني ان دوزيام ماتش. ما نقولش ماهوش ساهل، لكن وضعيه على الفرق الكل، احنا لازمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه. اخترنا اللي كانوا نعملوا على 20 لاعب، على 18 19 20 لاعب، باش الناس الكل تكون امبليكي. اليوم اللي ناقص ماهوش لا كيستيون لا فيزيك لا كيستيون تاع تعب، لا كيستيون اللي ناقص اللي كانوا تاكل كل بلوس على مستوى الوضعيات، نكونوا سبريتيور، فهمت؟ فما فرق يجيهم 3 فرص يماركيو منهم 2، احنا نخلق 5-6 فرص، يلزمنا المجال هذا نكونوا اكثر افيكاسيتي دو تيل فاسون على مستوى التجسيم. مقابلات كلهم معقدين، مقابلات كلهم صعاب، الفرق كلهم عندهم ان بوتونسيال محترم. احنا ما نغزروش برشا للمنافسين، نغزروا لرواحنا، نغزروا للتطور اللي لازمنا نعملوه، نغزروا كيفاش النقائص نتاعنا نحاولوا باش اولي اليمين، فهمت؟ فرديا وجماعيا، هذا هو الاساس النجاح. نركزوا على اسباب اللي تعطينا الريزلتا بوزيتيف، والاسباب اللي تعطينا الريزلتا بوزيتيف اللاعبين يعرفوهم، هذوما اللي حاطين عليهم كونسنتراسيون توتال. يعني من الاخر نتلهوا برواحنا باش نكونوا افضل، ندعموا الفريق نتاعنا. ميركاتو تاع ديسمبر ديما ميركاتو كاليتاتيف، ميركاتو سيبلي في دي بوست معينين على حسب لي بوزوان تاعنا، وان شاء الله ننجحوا باش يكون ميركاتو دو كاليتي. شكرا.